اجا سيدي حامد وحامد. اذا طلقت يا سعيد اخويا؟ طلقت. على بركه الله مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء ومن منطقه الهراويين. بالضبط حنا كنتواجدوا الان في الجلاسي، الجلسة ديال الهراويين، واللي كنتوا تبعتوا معنا اطوار هذه القضيه الخطيره اللي وقعت في هذه المنطقه، تجاوزات قانونيه خطيره وخروقات قانونيه خطيره وقعت في هذه المنطقه. كنبغيو نحييو بطبيعه الحال السلطات الامنيه على المجهودات الكبيره اللي قاموا بها. كنبغي نحيي السلطات المحليه، تنبغي نحيي عامل هذه المنطقه ولا القائد ولا السيد الباشا اللي داروا واحد الخدمه كبيره وداروا مجهودات كبيره وبينوا فعلا على ان هاد الناس ما كانش عندهم علم، وهذا هو الخطير. هاد الناس ديال السلطه ما كانش عندهم علم بان هاد البلاصه خصها تريب. حنا تنعرفوا ان الترياب كيجي بطبيعه الحال بقرارات عامليه، قرارات ولائيه، قرارات من وزاره الداخليه، كتكون فيهم السلطات المحليه، كيكونوا فيهم رجال الامن، تقدر تكون فيهم الوقايه المدنيه، يعني كتكون واحد اللجنه متكونه من عده عناصر. للاسف الشديد هاد الناس، وكنحييهم حتى هما هاد الناس هادو اصحاب هاد الكلاسي، لانهم واخا هاد الناس يعني ما قاريينش، هاد الناس ماشي اثرياء، هاد الناس بسطاء، ولكن فهموا بان القضيه فيها ان، عرفوا بان هذاك التراكس اللي جا وجات مع هذيك السيده اللي هي عندها الوكاله من عند ام هذا السيد اللي كيقول انها ما تعرفش هاد الناس، عرفوا ان القضيه فيها ان، حيت ما يمكنش ان يجي تراكس ومعه مقدم ومعه السيده ويبدا يريب لهاد الناس ويريب عشوائي ويخلي عشوائي. القضيه كبرات، القضيه وصلت لعند رجال الامن، القضيه وصلت عند العمل ديال المنطقه، القضيه وصلت عند والي جهات الدار البيضاء سطات، وحنا غادي نقولوا لكم اشنو هما التفاصيل واشنو هو الجديد في هذه القضيه. السلام عليكم، احتراماتي للسلطه واحتراماتي للناس المسؤولين، والله يرحم لكم الوالدين من توصلتوا بالشيء اللي بالرساله اللي صيفتوا. الله يرحم لكم الوالدين من اللي توصلتوا بهذا الشيء. دابا انا بغيت دابا يدوزوا هاد الناس هادو يوريكم الترياب شكون المريب، القرار منين جا. حنا راه كندوا على القرار، حنا عرفنا القرار حميده شوقف، حنا عرفنا ان القرار كان قرار عشوائي، قرار فردي، قرار احادي داروا هاد الناس بدون علم ديال السلطات. الله يرحم الوالدين، حنا اليوم كنطالبوا عبد ديالنا ورزقنا. يعني حتى المقدم كيخلي المسؤوليه ديالو، كيقول لك انا جيت غير نحضر لهنا بناء على امر من عند السيد القائد، وان اللي ريبات هي ديك السيده اللي كانت من اللي كانت تكون مع التامي. المقدم اختي كان شد دار مالادي، المقدم اللي جا هو واحد السيد اخر اللي كان جا معاه، قال لك اودي انا راني نادم على هذا الشيء. الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين، لستوا كتخطاوا هذا الشيء، سيروا بنيوا بمحلاتكم. ماشي نادم، عاد طلع مع الصد. حنا ما بقاش نبني محلاتنا، حنا ما بقينا، الناس ما بقاش باغا محلات، الناس راه ولاو باغيين حوايجهم اللي كانوا في محلاتهم. كتقول لك هاد السيد ما كانوا حوايج، حنا راه ما كناش دايرين الحوايج ديال النعاس ديال الباته، راه كنا دايرين الماتيريال تاع الخدمه. والدجاج ديال ما قلت انا قال ما كنتش دير الماتيريال، انا كنت حساس دير الدجاج، وباقي دابا كنوكل الحمام، باقي دابا كنجيب الحميمات ياكل. دابا اختي فاطمه الزهراء واخا حميد درتي بهذا السيد شكايه عند الانسبكتور ترافاي، واختي هاد السيد دير به الشغل، هاد السيد دير به شكايه تقريبا واحد 7 سنين ولا 8 عند مفتي الشغل، ماشي عند مفتي الشغل. دابا انت القضيه ديالك خصها تمشي عند مفتي الشغل، علاش؟ حيت انت عندك ما يثبت ان هاد الناس خدمتي معاهم لسنوات عده وصحتك قلات معاهم لدرجة أنك راك مهرس ثلاثة الهرسات في رجلك. اليوم عاد أكسيدون ترافاي، اليوم عاد ناس رجال الشرطة الله يرحم لهم الوالدين نبهوني، قال لي أنت خاصك تمشي عند انسبكتور ترافاي. برافو. أنا دابا ما كنطالبش منه التعويض، كنطالب منه حاجيات هاد الناس كاملين. واخا واش فيت مهرس في رجلك؟ أنا أختي أنت هادي جارني من عجل عندهم، كنت مهرس منه، كنت مهرس منه عاود حل لي عجل عندهم هما في الكوري، كاينين الناس الشهود اللي شافوا العجل روا عليا طلعوا عليا المربط وجارني الكوري كامل، كاينين الناس شهود اي حاجه، كاينين الناس شهود اللي نهار هرسني من يديه هنا الجدع ديالو. شكون اللي كبر لي هذاك الجدع؟ شكون اللي ولد لي هذيك العوده؟ شكون اللي كان مقابل لي العودات؟ شكون كان مقابل لي البقر اللي خلى بوه؟ شكون اللي كان مقابل هذا القلسم اللي خلى بوه؟ شكون كان خلاه هنا في القلسه؟ بالشهود بلا شهود، على رقبتي اللي نكذب عليه في كلمه واحده الله يعطي، ماشي يدوني للحبس، يدوني لجهنم. إلا كتب عليه في كل جهنم كيديرها الله سبحانه وتعالى، ماشي بشر. السيد محدي قانون، محدي شي حاجة كنعرفها أنا ما عارف، ولكن حتى واحد فوق القانون. بغيت نعرف أختي فاطمة الزهراء الكاري إلا بغيتي تخرجوا الإفراغ بالمحكمة بلا المحكمة، حنا باقي ما وصلناش للمحكمة. الإفراغ ملي كتفرغ غير تفرغ واحد السيد، واش كتجيب ليه قروة تريب ليه؟ لا،
راه كتعلموا. لا ما كنعلموش. المهم تعلم. لا ما كنعلموش. كتجي عنده حبيان كتقول لي بغيت داري ولا بغيت محالي ولا بغيت الا قلتي ليه لا كنمشي للمحكمه كندير المسطره. كيجيب بنادم يعلمك يقول لك اخويا راه دير بحساب راه غتخوي لي المحل وديا الا تصابقي لشي واحد خوي لي المحل الله يعطيني ما عطيشنا وقلديهم كلشي. ولكن واخا يقول لك خوي لي المحل وانت رفضتي خصو يمشي للمحكمه والمحكمه اللي تفرغك. حنا دابا هذا الهضره اللي كنهضروا هنا في هذا شوف تيفي هو كيسمع كيدير الاحتياطات كيمشي يقيد منا اش بغى يقول. انا كيش حوايج خاصني نقول مع دمالي الوقت. قولهم برافو. خاصني نقول شي حوايج عدمالي الوقت ملي هاد السيده قديمه معاه عندها وكاله. تقول لي انا شكون سارقني. تقول لي شحال وانا خدام معاه. تقول لي اش كان عندهم ملي تزاد. الا تصابت هاد المراه والله اختي على رقبتي على رقبتي ما عندهم فين ينعسوا بكذوبهم. والا قالوا جوج سطوره انا كنشد اختي فاطمه الزهراء والله يقلدك انت شاهده عليا. الا قالوا جوج سطوره صح حبسي ما كاينش هنا. الا قالوا جوج سطوره صح ديك النهار تمو حاجه اش قالت لك؟ قالت لك ودي انا راه باغي نمشي للعمره. انا قلت لك الله يسمح لنا من الوالدين. الله يسمح لنا من الوالدين ما نلوموهاش. لم ولكن خصها تنهي ولدها الا كانت عارفه. قلت لها انا اش كاين؟ قلت لها خصك تخلصي عليه الذنوب. قلت لها اش كاين؟ قلت لها حيت لم اختي ولو تكون ما عرفتيش دير تبغي تدوز على الحبس على قبلك. علاش دابا في القانون ملي كتشوف مثلا شي واحد خبى شي مجرم راه كيتعاقب ولكن الا خباته امه راه ما تتعاقبش لان مسكينه الكبده. اختي فاطمه ما كاينش خطر من الموت. ما كاينش مختار من الموت. ولا كان جاي الموت لولدك تقولي نموت انا وما يموتش ولدي. حنا هاد المراه معذوره الله يسمح ليها معذوره هادشي كامل داروا ولدها على رقبتي. راه قلت لك ديك النهار قدام القدسه راه ديال امه. راه القدسه ديال امه هادي حاليا حنا فين واقفين القدسه ديالو. ولكن مع من كنتي كتعامل انت والاخوان. انا نهار مات بواه راه كان هو اللي مقابل البهيم راه ماشي هي. انا بغيتها تعرف ان حميد راه كان خدام مع ولدها وهي عارفه هادشي. وما نكرو قال لك عمرك ما خدمتي معاه. الا نكروني هنا راه غدا قدام الله راه ما غاديش نتكر. بغاو الشهود نجيبهم ليهم وبغاو شي ناس ما حاضرينش دابا ما كاينينش. دابا سي حميد شنو خصك دير؟ دابا انت خصك تمشي دير واحد الشكايه عند مفتي الشغل. خصك تمشي تشكي بهذا السيد بانك كنتي خدام. حتى القضيه ديالك ماشي زجريه فيها الضرب والجرح ولا قضيه كتهم لان دابا كل جهاز امني عنده اختصاص. بحال دابا هادشي ديال الترياب اختصاص ديال السلطات، هادشي ديال الضرب والجرح اختصاص ديال رجال الامن، هادشي ديال الشغل كاين واحد مفتش ديال الشغل وكتمشي كدير شكايه لعندو ما دار لك والو كتمشي للمحكمه. اختي فاطمه كيكون نزاع مدني. اختي فاطمه هاد الناس قالتك انت واخا هو راه ماشي نزاع مدني راه ولا الانسان هذا راه رجل حر. قال لك انت ما خدامش مع التامي ياك؟ انا ما خدامش مع التامي يعني مع من خدام؟ كيقول لك خدام مع امو وتواجهني امو ب 14 عام هادي اللي ضاعت فيها صحتك وما كسبتيش فيها حتى صحتك. دابا حاليا مع من خدام انا؟ دابا انت كنتي خدام اش كنتي كتاخد؟ سوليني دابا حاليا مع من خدام انا؟ مع من خدام؟ معاهم هما. انا عساس في الكوري. الكوري ديالهم هما. باقي لدابا؟ باقي لدابا 6000 ريال السيمانه. يا خويا حامد باقي لدابا اختي عساس في الكوري. دابا انت 14 عام ديال الخدمه ما كسبتيش فيها قلتي لي حتى صبات صحتك. وعلى رقبتي يا اختي وليداتك وعلى رقبتي بغيتي الا سمحتي لي تزيدي المحالي. غنجيو عندك. انت هزي عينك الزنك شتي كيدير؟ الا مشيتي للمحل ولقيتي الزنك بحالو الله الا ما ديري لي تي شي بلان وصيفطني للحبس ولا تعيه لي تما شعب فيها معيار. لا حاشا با حامد 15 عام باش شريت المحل باقي الزنك فيه. اختي تسلبت معدا مني رونس وكنتقطع قدامهم وجاو البوليس غيدوني على الكريدي وما رحمونيش بريال. مع العلم ان هاد الناس ميسورين. استغلوا ديك الفرصه ديال انا كيتساني الكريدي وحرت عليا كيما بغى واني ورجعتهم اختي. اختي نجيبها لك من نجيب اختي دابا تنطوش رجعت لها الاداء ديالها ب 10000 ب 6000 في الشهر ترجعت لها فلوسها وكيقول لي درتي المحل مني ما درتش قبيله قدام. قداش من محل درتي منه؟ قبيله قدام. شنو المحل عندك انت بعدا براكه؟ قبيله قدام السلطه. قبيله قدام السلطه قال لي ما فكش الخير انت كليتي وشربتي. الا كليتي وشربتي التامي من هذا المنبر كتسمع راه كليت من كتافي. تعقل عش من النار جابت لي امك ولا جبتي لي تو عطاني باك شي حاجه. الله يقلدكم الله يقلدكم وبقى التقليد عليا الى عمركم. ما شربتي عندهم انت كاس تاتا وانت هاد الناس اللي كارين عندهم الى عمرهم جابوا لي مقصريه تاع الطعام الى معمروا جمعهم على براد تاتا. كاين بعض خطرات كيجمعهم على كرطونه تاع البيره كيجمعهم على كرطونه ديال الشراب على هدفه. الشراب راه غلا من الماكله. قلت لك هذيك النهاريات هاد المحلات خلاهم المرحوم. نجيب لك شهود
نجيب لك على الكرايه اللي خرجوا من هنا اللي كانوا هذوك المحاله وخلاو المحلات جداد مبنيين جداد. ويلا كان هذا المحل ها هو الباب مبنيين جداد، هذا الباب اللي كتشوفي فيه على الشانطي الا تصاب خلاه بوه نمشي للحبس، ولا هاد المحلات خلاهم بوه نمشي للحبس. تباك على الحبسه حامي دابا حامي. هاد الكلسه هاد الكلسه الا تصابت ليها جرده التامي نمشي للحبس. هاد الكلسه دابا ملي سولت هاد الراجل اش قال لي؟ قال لي الكلسه ديالو وانا خدام معاه. انت خدام معاه وعندك ثلاثه الكلاسي، انت خدام معاه وعندك كاتكار، انت خدام معاه وعندك خدامه. ما يمكنش حشومة عليك، حرام عليك عبد الحق. شهادة الزور حرام عليك عبد الحق. وغدا قدام غدا عاد ما يلقى نخلدهم على وساية كاذبة الحبس. إلا كذبت أنا يصيفطوني، ولا كذبت السي عبد الحق وارجع العمر ديالك. با حميد فاقسينك بغيت تحبط عبد الحق ملي قال لك هو خدام معاه، علاش داخل كيهرس في القفولة؟ علاش داخل؟ علاش عبد الحق كتاخذ عندي فلوس كهانة؟ وإمتى خدتي من عندي فلوس كان؟ النهار اللي فرقعتو لي البراكة وكذبت شكاية بيه وقال لي أنت دابا غتهنى منو واللي تعطينا أنا فلوس كرا واللي مشات لك على حسابي يا حامي، اللي مشات لك يا حامي على حسابي، أنا مشى لي رزقي على حسابك عبد الحق. هضرة أنا اللي ضعت في هاد السنين تاعت الخدمة على عينك على رقبتي أختي فاطمة. الله يجعلني نتشلل. الله ينجيك. الله يجعلني نتشلل إلى هذا الراجل اللي كان كيقول لي يا حميد يا حميد البس راه البرودة غتقتلك. هذا عبد الحق على رقمتي تاع حامد راه البرودة غتقتلك. كيجي مع الست الصباح كيلقاني بيس ماطي نحلب ونكس ونجري وكيقول يا حميد كيس على راسك. اليوم شوفي شوفي الشهادة ديالو ديال الله، الله يجعل ربي ورضات الوالدين من راسي وجبد. قال لك يخالف الشهادة ديال الله يا ربي وانت كتسمع، قال لك يخالف الشهادة ديال الله يا ربي تنسي في الشهادة معاك، يا ربي تنسي في الشهادة معاك. نرى كنهضر اختي ويلا تصابت عندي كلمه سطر تاع الكذوب نمشي به. شحال كان كيعطيك في الشهر؟ كان داير معايا 100 درهم. لا ياش للسيمانه. 100 درهم للسيمانه. وقال لي انت الدراري صحاب البرارك اخذ معدهم 300 لواحد البراكه. الدراري مساكين يتهلاو فيك وتلقى دابا الدراري البرارك كانوا كيتهلاو فيك. دابا انا هو الله يعمر وعطاني ريال الله يعطيه لي بالعموز هذيك ال 100 درهم وبغيت شي حاجه كيتيق بها مالي الوقت مخزن ولا كيتيق بها بنادم شي نحلف بها. هاد السيد دوا عليه دوا عليه. هاد السيد هاد السيد تصاب عطيني ريال وهاد السيد نجيب ليه قدام انت هو معايا. دابا انت شنو كنتي كتقول ابو حميد؟ كنتي كتقول انا عايش مع هاد الخوت معيش مع هاد الناس هادو. يعطيني كاين اللي كنورد ليه غادي يعطيك 1000 فرنك غادي يعطيك كاين اللي كنكس ليه ها هما كاينين والبرويطه باش كنكس البنادم داوها وعلى رقبتي كيسرجوا في الكاميو بالليل السلعه كامله من هنا تسرجات في الكاميو ويقطعوا لك رزقك. انا ما دا رزق بيد الله ودا لي رزقه في المقاطعه مشيت انا وامه هو المقاطعه اش قال لي هاد المقاطعه وقال لي والله تنجوعك والله ما تجوعني هاي اللي كيرزق والله ما لا جوعتيني عاد تامي انت حيت انت كابر جيعان. لا لا خلي خلي منو الله حيت قال لك حيت قال لك سمع سمع اختي فاطمه مسؤول على هضرتي مسؤول على هضرتي قال لك الشبعان راه يشم في حوايجو يشبع والجيعان وخا تعطيه مال الدنيا ما يقنع الا طردك البخيل عند الكريم تبان عند الكريم تبان بغيت نعرف تلعب ديك الدنيا كامله علاش هاد الناس راه ما طالبينش منك شي حاجه وجيتي قلتي شي واحد خوي ليا انا ماشي كندافع على هاد الناس انا عاد شي اللي كيبان ليا علاش ما تدافعش عليهم ساكتهم هي راه حيت كل عاد شي اللي كنقول كل شيء مضرور به سوليهم وشي واحد جا قلديهم قلدي مشي بلاصه اللي يزوزوا فيها التقليد واش شي واحد جا قال لينا علمنا قالنا انت خوي ليا الناس مساكن راه محنين ومكاسين وانا اختي فاطمه الزهره باش تجي قروه باش تجي قروه وتريب المحلات لا هذا خطر ملي سولنا على القرار قلنا لك القرار تاع السلطه احتراماتي كان القرار تاع الوالي ولا تاع القايد احتراماتي ملي جا القايد وقال لك اودي انا ما صيبت لكم لي ريب صيبتنا للوالي سولوه قال لك انا ما صيبت لي ريب يعني احنا قدمنا العاد قايد قال لكم اودي ديروا الشكايه القانون المسطره قلنا له اودي انت حنا ماشي في بلاد شرع اليد حنا في بلاد الحق والقانون شو باش بداتنا هاد السيده شو باش بداتنا دخلت هي ودخل عبد الحق امه كارثوا في القفوله كارثوا القفوله تسد الباب تاع الكلسه لكن هذا راه كيسمع سمعيني ملي تسد الباب اختي فاطمه تاع الكلسه على ممتلكات الغير تنطي شوفي العاب بحال قلتي دوك الشيء اللي كنقولوا حنايا الدراري والدري كيعبروا بنادم نطي سديتي الكلسه شي يكون سداد الكلسه
حنا كاملين خدنا فكره ديال بان الجلسه سادها السلطه، حتى واحد فينا ما قد يمشي للجلسه. فجاه بالسبت في العشيه فجاه جتي الكروه وريبتي المحلات. شرع اليد. علاش؟ حس كتنا لك انت في القفوله ما درناش معاك اللازم. قالت هادو راه غايقولوا تا الكروه راها جايبها المحلات. وانت اللي كتقولي كتقولي راه كيجيو عندك صحاب هادي، صحاب هادي ما قالوش لك كتجيو عندك صحاب هادي، لا قالوا لك دوك اللي كيجيو عندو علاش ما بلغتيش بيهم؟ دوك اللي كيجيبوا لي البليه ما كاينش كيجيو عندك تي، ماشي ديما تتبوز بيه عليه باش يدير واش بغا. ديك النهار تبوز بيه عليه فتح باب راه هو بيع محل. إذا كان كذوب أنا كنقول لك شي حاجة اللي أنا نحط عليها. هاد فتح باب بني محل يرهق على الميزانية ديال الدولة. أنا نحط معاي بعشرة. إلا تبغى أنا خاصو الاستفادة هذا خاصو. ونحط عمري إلا تبغى هاد المحلات قدام. حول ولا قوة. ونحط عمري على ذاك الباب اللي مقاد مع الكوميساريوت باب قديم ولا جديد. كتقول لي حق المسؤولين. إمتى تبنى؟ وأختي كتقول لي المسؤولين. إمتى تبنى هذاك؟ هذاك نقول لك باش تحولوا هما الناس. تقريبا غتكون شي عامين ثلاثة باش تحولوا. دابا خصك تعرف با حميد أن هاد الناس اللي كيدير هاد الشيء بصح راه كيرهق الميزانية ديال الدولة. هاد الناس كيرهقوا الميزانية ديال المواطن المغربي، حيت كتلقى مواطن خدام ضارب تمارة يلاه مدار مع الطريطة ومع الكرة، كيجي واحد كيبيع العشوائي كيخرج حيط، كيبيع العشوائي كيجي توا واقف لك في الاستفادة كيقول لك هذا عار، راه القيد ما عطانيش، راه العامل ما عطانيش. ولكن صراحة حنا هنا راه كنبغيو أننا نرجعوا اللوم على بعض أعوان السلطة ولا بعض الناس ديال السلطة اللي كيديروا عين ميكا وكيتغاضاو، لأن إلا جينا نشوفوا هادشي العشوائي اللي تزاد في هاد العشر سنوات الأخيرة راه صراحه راه كارثه. خاص واحد المحاسبه راه خاصنا نعرفوا. راه ما يمكنش واحد الانسان جا دار حيط بنا ولا حتى هو خصو يستافد. كل دار فيها سته خصو سته البارطمات، خصو سبعه البارطمات، راه حشومه هادشي. المشاهدين السلطه المسؤولين الى تصاب هاد البني هاد المحلات عندو معام حكموا عليا باش بغيتو. هاد المحلات الا تابع عندهم فيه والد فيه حد نستافد، انا نستافد ولادي نستافد وغادي عاتي. وهذاك الباب اللي هما منين كيخرجوا الا تابع عنده اكثر من عامين يديروا فيه اش بغاو. هادشي اللي قال لك مخلي بواه، ها الحيط اللي مخلي بواه اختي فاطمه، هذا هو الحيط اللي مخلي بواه. هادشي راه خطير هادشي، وحنا تنطلبوا من صراحه وزاره الداخليه انها تصيفط لجان انهم يوقفوا على هاد الخروقات اللي كيديروها بعض المواطنين هنا في العشوائي. راه بركه علينا راه ما يمكنش هادشي ديال البنايات وهاد الاستفاده اللي تعطات وهاد. راه سيدنا الله ينصرو راه دار واحد المشروع ملكي، خصنا نكونوا كلنا في المسؤوليه ديال داك المشروع الملكي. الاستفاده معروفه لمن تعطات، الناس اللي كانوا ساكنين في العشوائي والناس القدام والناس اللي تحصوا قبل من 2012 والناس وكذا. وما يمكنش ليا عاوتاني اليوم براكه كتولي خارج من ست البراكات سبعه البراكات، راه عيب وعار، راه حرام هذا الشيء. اختي فاطمه كون مشيتي درتي معايا السي جوابليه هذاك الدوار، شي هذاك الدوار كامل بيعينو هما. اسمع لي يا شي هذا البريرك بيعينهم هما، بيعينهم فوق العشوائي. راه عليها علاش قال لك كامل شعام؟ عليها علاش؟ دوار الشيخ ديز اخويا الله يحفظك. دوار الشيخ ياك؟ لا شوف با حميد احنا هادشي ان شاء الله غنجيو نهضروا عليه. حيت الا مشينا تما حمل واحد غاسمع حمل واحد مريبه ليه با حميد حمل واحد مريبه ليه غنوا. اي حمل واحد تي غنتي وانا لا تكون فيسادو هذاك مو الشجرات وهذيك المره اللي عدى الموتور كتمشي على موتوره قول لهم تحمل خاطر جات با حميد اليوم جينا نشوفوا شنو هي اخر المستجدات في هذه القضيه، واكيد غادي نرجعوا عندكم وغادي نوقفوا على هذه الخروقات. غنوقفوا على هذه الخروقات اللي كاينه. ومره اخرى حنا تنطلبوا كنبغيو نشكروا السلطات راه دايره خدمتها، راه ما غنقولوش ما دايرش، ولكن حتى حنا راه ما يمكنش نزيدوا نرهقوا السلطات، نزيدوا عليهم الدخاشش، نزيدوا عليهم البرارك. ما يمكنش دابا شحال من واحد كتكون عنده واحد الفكره مغلوطه، كيكون شي بلاصه كيبيع شي بقعه ارضيه ولا كيبيع بهيماته ولا كيبيع، تيجي عند هاد بحال هاد الناس كيبدا يبيع لي حيط، يدوروا لي كيقول لي شوف راه هنا غادي تخرج بقعه، هنا راه غيعطيو البارطمات، هنا راه غيعطيو الناس كيبداو يفكروا هاد التفكير هذا. بركه علينا من هاد العشوائيه، راه خاصنا اما ان تكون مواطنا او لا تكون، راه خاصنا كلنا تكون عندنا روح وطنيه، خاصنا كلنا نفكروا لهاد الدوله، خاصنا كلنا نفكروا اننا نزيدوا بهاد الدوله القدام. راه حنا كماشي الدوله كتنقص العشش والدخاشش وحنا كنزيدوهم، راه ما يمكنش، راه خاصنا كلنا نساهموا في هذا المشروع الملكي. سيدنا راه غادي يبينا القدام في هذا القطار ديال التنميه،
يمكنش سيدنا غادي بينا قدام وشي وحدين تيجرو فينا اللور تيجرو فينا عباد الله. دير حيط سد باب دير حيط جيب القايد ريب عباد الله القايد ظلمني المقدم ظلمني في الليل كتلقى طاج طلع كتلقى بركة طلعت كتلقى لا اله الا الله محمد رسول الله. مشاهدينا الكرام هذه اخر المستجدات غادي نختموا معكم قبل ما نختموا شوفوا شنو الكلمه اللي بغى يقولها السي حامي. الله يرحم لكم الوالدين يحقوا مع هذه السيده هادشي اللي كنقول فيه واش كذوب ولا لا. الا تصابوا هاد المحالات عندهم العام انا الحبس ما كاينش هنا ولا تصابت هاد السيده عند الوكاله راه حنا كنا وبغينا نعرفوا حنا هاد السيده وبغينا نعرفوا هاد السيده اللي كنت تحاربوا معاه هي دابا علاش واش هو ما قادش يهضر واش ملي انت يا خدامي كاريالي امك تغجب امك تكري عدو مع هاد الناس كاريالهم. تبارك الله عليك با حميد. مشاهدينا الكرام نختموا معكم هذا البث المباشر على ما نتلاقوا بكم في بث اخر.